بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بمسي على حضراتكم ومسي على كابتن مصطفى عبده، طبعا كابتن اسلام الشاطر. عشرة قديمة جدا، بقالنا 30 سنة أو أكتر من 30 سنة. أنا زميلت اسلام مرتين، مرة وإحنا 13 سنة كنا منتخب اسكندرية، اسلام ابني من انتي من الاسكندرية. زميلته مرتين، مرة في المنتخب اسكندرية واحنا صغيرين كان اسلام كابتن الفريق، ومرة في نادي حرس الحدود. طبعا اسلام لما جه كان يعني وصل لمرحلة طبعا كبيرة. اسلام كان لاعب منتخب اولمبي ومنتخب اول اعتقد، ولعب نادي الاهلي والزمالك واسماعيلي. جه معانا سنتين في حرس الحدود، طبعا من افضل اعتقد سنتين كانوا عامرين بالانجازات بالنسبة لنا احنا كنادي حرس الحدود. بالنسبة للكابتن اسلام اخذ معانا كاس مصر كابتن اسلام وكاس السوبر. كابتن اسلام طبعا من الناس اللي انا بحترمها وبعزها، ومن الناس اللي على خلق كبير جدا، يعني بتربطني بيه صداقه كبيره جدا، وحتى الان الحمد لله علاقه كبيره جدا. يعني زي ما قلت لحضرتك ابني مدينه الاسكندريه، واتمنى له كل التوفيق. طبعا ان اسلام من الشخصيات الجميله اللي ليها تاثير في اللي حواليها. بتمنى له كل التوفيق يا رب، وان شاء الله من احسن لاحسن يا رب كابتن اسلام. طبعا وكابتن اسلام يعني اتمنى له طبعا كل التوفيق الفتره الجايه يا رب، واتمنى له يشوف بدر واخواته في افضل حال يا رب ان شاء الله، وربنا يكرمك يا كابتن اسلام. ان شاء الله اشوفك على خير يا رب ان شاء الله يا كابتن اسلام، لان انت وحشني جدا. ربنا يكرمك يا رب، وان شاء الله من احسن لاحسن ان شاء الله مره تانية. اخويا الكبير وكابتني كابتن اسلام من الشخصيات الجميله جدا والشخصيات المحترمه جدا جدا جدا. يعني لعبت مع كابتن اسلام، شرفت طبعا نلعب مع كابتن اسلام الشاطر موسمين هنا في نادي حرس الحدود. كان اضافه كبيره جدا جدا للنادي، جالنا في وقت مهم جدا ووقت مؤثر جدا. حصلنا معاه على بطولتين، كان مزامل لينا بطوله كاس مصر وبطوله السوبر، استفدنا منه بشكل كبير جدا، لانه طبعا كان جاي محمل بالخبرات من النادي الاهلي. اسلام الاول انا عايز اتكلم عليه على المستوى الانساني، يعني على المستوى الشخصي بره الكوره. كابتن اسلام كان يعني بره الكوره كان خدوم جدا لكل اللعيبه. انا طبعا هو كابتن اسلام نجم كبير وكان له علاقات كبيره، طبعا كان جاي من النادي الاهلي، فما كانش بيتاخر عن اي حد فينا في اي حاجه بره الكوره. يعني حد عايز يعمل حاجه، حد ليه طلب عند حد معين، هو كان بيتدخل بصفه شخصيه. وكابتن اسلام من اللعيبه او من الشخصيات المحبوبه جدا واللي تتحب، لان فعلا شخص خدوم جدا وساعدنا في تفاصيل كتير بره الكوره زي ما قلت لحضرتك. ولحد دلوقتي في تواصل بشكل كبير مع كابتن اسلام، بنتكلم مع بعض من وقت لاخر يعني. فكابتن اسلام من الشخصيات المحترمه جدا جدا. على المستوى المهني كابتن اسلام كان اضافه كبيره جدا لنادي حرس الحدود، نقل لنا خبراته ونقل لنا ازاي احنا نقدر نستمر في البطوله ونلعب على البطوله. انا بالنسبه لنا على المستوى الشخصي المهني استفدت منه بشكل كبير جدا. قبل ما هو كنت انا بلعب باك رايت، فهو لما جه يعني يا كنت بلعب قدامه يا كنت بلعب في الناحيه الثانيه، فكنت بتكلم معاه على طول، كنت بفهم منه تفاصيل. يعني هو حتى كان دايما يقول لي ازاي انت ممكن تقدر تلعب ماتش وانت تعبان او انت مصاب ويطلع شكلك كويس. مش شرط كل ماتش ان انت لازم تطلع كجري كتير او الكلام ده كله، ممكن تطلع في التوقيت اللي تعمل فيه الكروس او تعمل فيه الاوفر كويس اللي ممكن يجي جون. فطبعا خبرات كتيره جدا قالها لنا. كان قائد، هو ما كانش كابتن الفرقه، كان الكابتن محمد حليم كابتن الفرقه، لكن هو كان كابتن بمعنى الكلمه في الملعب وفي اوضه اللبس. شخصيه هاديه جدا جدا، شخص متواضع بشكل كبير جدا، برغم زي ما قلت لك ان هو كان محقق بطولات كبيره جدا طبعا مع نادي الاسماعيلي، وكان محقق كم من البطولات كبير جدا جدا مع النادي الاهلي، وجاي ختم حياته هنا في حرس الحدود. وبعد كده اظن بعد حرس الحدود لعب سنه في بتروجيت، لكن السنتين بتاع حرس الحدود كان حقق هو فيهم نجاحات كبيره جدا، وكان بيساعدنا بشكل كبير جدا. في مواقف طريفه كتير جدا مع كابتن اسلام. اول ما جه كان دايما جمهور الاهلي كان بيغني له اغنيه اس اسلام الشاطر، فكنا بنغنيها له لما وصل وكده. وهو كان شخص زي ما قلت لك متعاون بشكل كبير جدا، متواضع بشكل كبير جدا. فانا بتمنى له التوفيق في حياته المهنيه، وعامل برنامج ما شاء الله مكسر الدنيا والناس كلها متابعاه، فانا بتمنى له التوفيق في كل حياته. يعني هتقول لهم ايه بقى الاثنين الجامدين قوي دول؟ بجد حليم و...
حليم ومحمد مكي الاثنين ليهم دور كبير جدا في كل انجازات حرس الحدود. بشكرهم جدا على الكلام اللي هم بيقولوه ده، هم بالفعل هم اخواتي. مكي ده من احسن الناس اللي اتعامل معاه في حياتك، وطيب جدا ومحترم جدا، وحته لعيب كوره يا كابتن طبعا. لا انا عارف طبعا ان هو لعيب غير طبيعي، يعني حليم ما يحسش بيه غير المدير الفني اللي موجود. الله ينور عليك. غير طبيعي، وبسم الله ما شاء الله عليه، عمره ما كان بيقعد. كابتن طارق العش كان دايما بيلعبه. حليم نفس الكلام، خلي بالك. حليم بقى على الجانب الاخر حته واحد يقف لك كده ديفندر في وسط الملعب. الناس بعض الاهلاويه كانوا، لان هو كان بيخش جامد في بركات ساعات، هو ميزان، فكانوا بالعكس والله واحد من انظف واحسن الشخصيات اللي اتعامل معاها في حياتك. محمد حليم كشخص بره الملعب وجوه الملعب، يعني بجد انا تشرفت بان انا لعبت مع مجموعه محترمه جدا من اللاعبين، سواء كل اللعيبه طبعا، وعلى راسهم محمد مكي وكابتن محمد حليم وكابتن محمد مكي، ومن قبلهم الحقيقه كابتن طارق العش وكابتن ابو طالب العسوي اللي انا بشكره جدا جدا، لانه كان له دور كبير جدا جدا في وجودي في نادي حرس الحدود، هو وكابتن عبد الحميد بسيوني.